الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى الصحابة أجمعين. أنا رئيسة جمعية المستقبل لكدو حفصة. في يوم الأربعاء قدمنا واحد حفل لذكرى عيد المولد النبوي الشريف بدار المسلمين، وذلك في إطار التضامن الأسري والدفء، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية أوصى بالنساء وأوصى بالوالدين، فكان ذلك مبادرة من هذه الجمعية بأن تقدم هذا الحفل. سيكون عبارة عن وجبة غداء، ثم كذلك ستكون هناك نقش الحناء للنزلاء، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في هذا العمل وفي ميزان حسنات. وشكرا. يا نسمة حلاها يا ربي توافى والأحياء حب الجميلة، يا نسمة حلاها يا ربي توافى والأحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زهنيب فاطمة، نائبة رئيسة جمعية المستقبل بقرسيف. جينا اليوم لدار العجزة باش نشاركوا مع نزلاء دار المسنين هذا المناسبة ديال عيد المولد النبوي الشريف، وكنتمناو أننا نخلقوا جو عائلي، وجبنا معنا الأبناء ديالنا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكونوا نجحنا في إدخال الفرحة على قلوب نزلاء دار المسنين. وشكرا لقرسيف زوم لأن رافقتنا في هذا الحفل ديال عيد المولد النبوي الشريف، وشكرا بزاف للسيد المدير والسيد المندوب التعاون الوطني بإقليم قرسيف، والسيد الخليفة قائد بالنيابة في مقاطعة ثانية لأنهم ساعدونا بزاف، وكنوجه لهم جزيل الشكر رغم أنهم ما حضروش معنا لظروف خارج عن إرادتهم، وشكرا بزاف لكم. Yeah.